هوايه رياجيل ينضربون من نسوانهم وينكتلون بس الخجل يمنعهم يروحون يشتكون. زين اي شنو؟ شوف شو يسوون؟ انصحيهم. شوف احنا عندنا قانون. انصحيهم؟ لا لا انصحيهم. اوكي احنا عندنا قانون، ماني اذا انصحهم، احنا عندنا قانون. ايه؟ واحنا بلد قانوني. ايه؟ واكو شيء اسمه قانون عراقي، بما انه احنا عايشين بالعراق اكيد كل شخص بينا وكل فرد بينا من الطفل الحد المشيب، هاي احنا كليتنا إلنا حق من حقوق هذا القانون. احنا ما ناكلين القانون. اوكي ما زمن. هو دا يخجل. اي ما هو ما هو حقه يخجل. ما اكو نساء هواي دا تتعرض للعنف ومو بس خجل. هسه انا ما داريت تدافعين عن النسوان. أي ما بس اعطيني مجال. لا لا ما يخالف بس هسه كوني منصفه. ما انا دا نصفك دا اقول لك اكو قانون انت من وجهه. هسه تعطيني مجال؟ لا تدافعين. انت اليوم يعني دا تشوفين هذا الرجال مرته ضربته يستحي يروح المركز الشرطة، أنا راح أقول ليش يستحي. أولاً أخوه إذا عرف إنه هو مضروب مقتول راح يتخزى. ثانياً من يطب على الضابط شي يقول له مرتي كتلتني راح يتخزى وراح يصير مضحكة للمفوضين وللشرطة وللضباط وللكل، صح لو لا؟ وللأصدقاء وللمدري شنو، فايش يبلحها أو يسكت. شوف اذا تجي شو تكيفتي إذا شوف اذا انت تبعدها عن القانون. ايه؟ تبعدها عن لا انا دا اقول لك اللي دا يصير وياه ويا الرجال. انت اذا تبعدها عن القانون الرجال اذا هو كان فارض شخصيته بالبيت ويعرف شلون يحتوي زوجته ما راح يوصل نفسه انه هي تمد ايد عليه. من هو هذا اللي يحتوي زوجته؟